السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. في البدء قدم الى مرجعنا العظام والى الشعب العراقي والى الامه الاسلاميه بذكرى اربعينيه الامام الحسين عليه السلام. اليوم نشاهد ملايين العالم من كل بقاع الارض تتجه باتجاه قبه الاحرار عند الإمام الحسين، عند ضريحه وعند ضريح أخيه الإمام العباس عليه السلام. يقال اليوم بتصريح من العتبة العباسية بوجود أكثر من 21 مليون زائر، والآن وقبل قليل تصريح من العتبة الحسينية ذكرت بأن هذا العدد ليوم أمس فقط، واليوم كان عدد أيضا كبير دخل أجواء كربلاء. الرفعة والسمو لأهل العراق على تقديم هذه الخدمات المجانية لكل الناس بدون مسميات. المواكب الحسينية جزاكم الله خير الجزاء، القوات الأمنية، الحشد الشعبي جزاكم الله ألف خير، وزارة الصحة، كل الوزارات قدمت ما عليها. اليوم يعني فعلا معجزة ربانية أن مدينة مثل كربلاء تحتضن هذه الملايين. يعجز اللسان عن وصف أهل العراق. هناك انتقادات على الحكومة بعملية نقل الزائرين، التفويج العكسي. بالتأكيد هذه الأعداد يحتاج لها إلى دول، ولكن نطمح أن يكون التقديم أفضل خدمات. يعني إحنا الدولة ما محتاجيها تقدم الطعام، أهل المواكب، أهل الخير، الناس، كل من من عائلته اللي يجمع بهذا الصندوق يسموه صندوق الإمام الحسين. من نهاية الأربعين إلى يوم واحد محرم يجمعون بهذا الصندوق. العامل اللي يشتغل بعشرة آلاف دينار يأخذ ألف ألفين من فلوسه يوضعها بهذا الصندوق. سبحان الله، بركة. فعلى الحكومة فعلا تقديم ما عليها، هو التفويج، ما راح نطلب منهم زايد. أو افتحوا الطريق للأهالي اللي عندهم مركبات، هم مستعدين مجانا ينقلون المواطنين، مو انه بمركبات الحكومية تأخذ ضعف الأجور. وهذا ما دولة وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع الخطير. فبالأخير نقول هنيئا لخدمة الإمام الحسين، هنيئا للعراقيين، هنيئا لكل الناس اللي قدمت ما عليها. مشاهدينا الكرام، نبدا حلقتنا اليوم، حلقة ايضا هي حلقة خدمية تخص بلدية التاجي شمال بغداد، هذا الموقع المهم اللي يرتبط بكل مناطق محافظات الشمالية. كثير من ينتقد الشوارع خاصة بوابة التاجي، والبعض يعني يتساءل عن الخدمات اللي قدمت بهذه البلدية. طبعا قبل لا نبدا مع ضيفنا اشكر السيد مدير بلديات بغداد الاستاذ ياسر على اتاحه الفرصه وفتح المجال لكل الاخوان مدراء البلديات ان يحضرون بالاستوديو وان يقدمون صوره عن مدى تقديم الخدمات المقدمه لاهالي المناطق. اليوم ضيفنا الاستاذ المهندس نزار الربيعي مدير بلديه التاج. نرحب بك، اجمل ترحيب استاذ نزار. حياكم الله. الله يحييك استاذنا الكريم. استاذ نزار الله يحفظك، واتقدم بالشكر لكم لإتاحة هذه الفرصه للمؤسسات البلديه حتى تستعرض معوقاتها وانجازاتها البسيطه خلال هذه الفتره العصيبه. احسنتم، جزاكم الله خير استاذ نزار. بالتاكيد احنا ان شاء الله نكون هو عون الكل ان نوصل
رعاكم، نوصل طلباتكم، رغم هي طلبات المفروض الحكومة بدون أن تطلبون توفر لكم أرضية خاصة بالعمل يعني. فإن شاء الله من خلال مجاراتنا بالحديث راح نكتشف هواي كثير من الأمور. الله يحفظك أستاذ نزار. أستاذ نزار، دائما ما نسأل الأخوان مدراء البلديات ما هي المناطق حتى تكون صورة عند المواطن، هذه المناطق هي تابعة إلى بلدية حتى ما تكون هناك تشابك بالصلاحيات، ما هي المناطق اللي هي خاضعة إلى خدماتكم في قضاء التاج؟ بداية حديثي أحب أن أتوجه بالتعزية القلبية الخالصة إلى مقام حبيب الله المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته الصلاة والسلام، وإلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وإلى كل آل البيت أمتنا المعصومين بالعزاء بذكرى الأربعينية لاستشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين سيدي شباب أهل الجنة. بداية الأمر أحب أستعرض الحدود الإدارية لقاطع قضاء التاجي. يمتد قضاء التاجي من في شمال بغداد، أقصى شمال بغداد، الشمال الغربي لمدينة بغداد، تبتدأ حدوده من جسر معمل الغاز جنوبا وشمالا إلى منطقة المشاهدة، وشرقا من نهر دجلة وصولا إلى قضاء القرمة التابع لمحافظة الأنبار. يسكن القضاء بحدود 600,000 مواطن ما بين حضر في مركز مركز القضاء اللي هو مدينة سبع البور اللي يبلغ تعدادها ما بين 200,000 إلى 230,000 نسمة بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة بالوقت الحالي، إضافة إلى سكنة الأرياف وبعض التجمعات البسيطة منها منطقة أبو عظام يسكن بحدود 30,000 إلى 40,000 نسمة، ومناطق أخرى مثل قرية موسى الكاظم وقرى كثيرة متناثرة. طول الطريق من بدايته إلى نهايته يبلغ 33 كيلومتر طول. مساحة قضاء التاجي تبلغ 430 كيلومتر مربع بضمن الأراضي الزراعية والأراضي الملكية الخاصة، إضافة لأملاك الدوائر الحكومية الأخرى منها وزارة المالية، منها ما يتبع وزارة الدفاع مثل معسكر التاجي، إضافة للدوائر الأخرى. أحسنت، ممتاز. لكن رغم يعني هاي المساحة الشاسعة والعدد السكاني، يعني هل توفرت فعلا خدمات كاملة؟ أكو مشاريع منجزة لهذا العدد الكبير أستاذ نزار؟ يعني أشوفها يعني مساحة كلش كبيرة يعني. نعم، بس قبل جوابك الأخوان المخرج، هي ليست بلديات التاجي، بلدية التاجي يعني. نعم، مديرية بلدية التاجي. بلدية التاجي، تفضل أستاذ نزار. جنابك الكريم، ردا على سؤالك، المناطق موزعة ما بين حضرية وما بين زراعية وريفية. المناطق الريفية نبدي بها بداية الأمر، هي متناثرة وسكانها أقل بتجمعاتهم كقرى، دائما تكون مناطق مفتوحة يسهل موضوع تصريف المياه بها، المياه الغير الناتج اليومي للمواطن، إضافة إلى أنه الطرق لها تكون غير مزدحمة فتكون بما بعرض بسيط بس يختلف عن المدينة. جيد، بس استاذ نزار يعني هي داخل من ضمن خدمات بلدية التاجي؟ لا، البلدية من البلد، البلد هو من الحضر، هذا التعريف موجود في القرآن الكريم، إضافة إلى قانون إدارة البلديات المرقم 165 لسنة 1964 حيث وردت فيه المدينة الصغيرة أو القصبة هي تجمع لأكثر من 4 إلى 5 قرى متجاورة. هنا
أحب أعرج على الموضوع الأهم في هذا كله، أنه الخدمة البلدية تقتصر تقديمها على المناطق السكنية الرسمية فقط ذات التصميم المعتمد من قبل التخطيط العمراني والمصادق من وزارة الداخلية سابقا ووزارة الإعمار حاليا، وفيما مضى كانت وزارة الحكم المحلي، ووزارة البلديات بعد ما شكلت وألغيت وشكلت وألغيت. هذا إضافة إلى مصادقة السادة المحافظين المتوالين على الولاية خلينا نقول. نعم. فموضوع الخدمات المقدمة في مدينة سبع البور اللي هي بموجب القانون تعتبر مركز لقضاء التاجي، وهي التجمع الحضري في منطقة التاجي، الأخريات من القرى والمدن الصغيرة هي قرى. قرى. احنا نقدم لها الخدمات بس عن طريق محافظة بغداد. اكو بمعنى اخر داخل حدود البلدية والتصميم الاساس وخارج حدود البلدية، تشملها اعمال التنظيفات، تشملها اعمال الطرق، اسوة بالمناطق الحضرية وداخل حدود البلدية. لكن الخدمات بها بسبب سهولة التخلص من النفايات ومياه الصرف الصحي إلى البزول الموجودة وإلى مجار المياه الأخرى تكون أضعف، ولذلك حتى يعني بسبب قلة السكان وعدم تجمعهم أعيدها تكون الخدمات بها أقل. قرى متناثرة ما ممكن تخصص لها آليات و مستوى خدمات اسوة بالمدينة ضمن نفس المساحة. تلقى المساحة ممكن بس 3 كيلو 2 كيلو كذا. ماكو قرية 3 كيلو استاذ. اكثر؟ لا اقل. اقل. القرية ما يتجاوز سكانها. لا عفوا الطريق من المدينة قصدي. وارد يكون يصلها بعدة كيلو مترات يعني. وموجود العمل جاري على قدم وساق من خلال محافظة بغداد. وإدارة الإدارات المحلية في القائم مقامية قضاء التاجي وإدارات النواحي في الحماميات وسبع البور والتاجي الجديد، لأن قضاء التاجي يحتوي على 3 نواحي: قضاء ناحية التاجي الجديد وناحية سبع البور وناحية الحماميات قبل وبعد الجسر، جسر الذراع او نهر الذراع دجلة احنا نسميه. نعم احسنتم. يعني اكو عندكم مثلا مشاريع انجزت؟ بالتاكيد العمل ما متوقف رغم الصعوبات الماليه اللي عانينا منها وعانى منها البلد بسبب احداث داعش اللي خلت بالموازين كثيرا يعني الماليه والاقتصاديه. كنتم متضررين يعني جدا. كل العراق تضرر. 99% من المشاريع بالعراق توقفت. صح. وصار مضى 2000 جنابك الكريم، ظلت الموازنات والاستقطاعات. صح. حتى من الموظفين البسطاء في سبيل انه يعززون ماكينة الدفاع عن البلد. صح. ايام داعش، واسال الله انه ما تعود ذيك الايام مطلقا ان شاء الله. وجود الحشد والقوات الامنيه ما ترجع. فضل الغيارة من العراقيين جميعا ان شاء الله. احسنتم. شو انجزتم من مشاريع؟ نبتدئ بداية أنا يعني إن شاء الله مو محرج هذا. لا 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 أبدا أبدا. إحنا مرتبطين بمنظومة مالية واقتصادية وفنية مع محافظة بغداد والدوائر اللي موجودة بها، لكن أنا أتكلم على موضوع أنه من 2018 ولحد الآن ما أخفي عليكم وما يخفى على المشاهد الكريم أنه مدينة سبع البور على وجه الخصوص وأطراف التاجي كانت من محاور القتال وجبهات القتال خلال أيام داعش وما بعدها خلال عمليات التحرير. لكن بعد استتباب الوضع التفتت الحكومة المحلية في محافظة بغداد متمثلة بالسادة المحافظين، متمثلة بالسيد مدير بلديات بغداد المحترمين، التفتوا إلى كافة الأقضية والنواحي بعد توفر
الحجر الأساس بإنجاز أي مشروع وهو توفر السيولة المالية والموازنات. صح. إذا نستعرض 2018 أنا لا أزال أتذكر نهاية الشهر الثامن وصلت الموازنة مالتنا. قدرنا شلون كانت قيمتها؟ احنا اكو موضوع مهم، الموازنة هي ليست بالنسبة لدوائر التمويل الذاتي اللي احنا احدى الدوائر التمويل الذاتي المؤسسات البلدية، نعتمد في الموازنة على الإيرادات المتحققة للمديريات من جهودها الذاتي، كأن تكون إيجارات بعض العقارات العائدة الأملاك لها أو بالجباية أو بالغرامات أو بمبيع الأراضي السكنية وبالرسوم، منها ما يذهب كأمانات إلى وزارة المالية خزينة الدولة قانون الأمانات، ومنها ما يكون إيراد نهائي يسجل إيراد نهائي للمديرية. أنا حقيقة الأمر استلمت 2018 إدارة البلدية لقيت عجز بحدود 97 مليون دينار، وبالتالي وجود الموازنة وعدم وجودها ما أقدر أتصرف بدرهم لأن أنا عندي عجز. صح. فظلينا نعمل على تسديد هذا العجز، والحمد لله قضينا عليه بعد سنة وأصبح عندنا رصيد، نعمة كبيرة من الله عز وجل. بلشنا 2019 اجت الموازنة الشهر العاشر، قدرنا ننجز بعض المشاريع البسيطة خلال شهرين. 2020 ماكو موازنة، 2021 اجت الموازنة الشهر الرابع، والسنة 2022 اجتنا قبل اسبوعين. لكن سألتني على المنجزات، المنجزات تتلخص في إدامة الطرق وهي الشاغل الأكبر للمؤسسات البلدية، وأود أن أشير إلى أنه موضوع المجاري والخدمات التحتية فيما يخص مؤسسات البلدية التابعة لمحافظة بغداد لا تشمل الخدمات التحتية اللي هي الماء، شبكات الماء وشبكات المجاري، بل توجد دوائر اختصاص في هذا المجال. فموضوع الماء والمجاري مو ضمن الاختصاص لمؤسساتنا البلدية. المجاري سبع البر وداد. هو أنا جايك إن شاء الله بالحديث أتطرق لها على قدر المعلومات المتيسرة عندي. أحسنتم. كوني مو جهة ذات الاختصاص. إذا نجي 2018 باشرنا بصراحة بفرش الحصى الخابط في بعض الطرق للمدينة. بلطنا شارعين في المدينة. كم كيلو؟ بحدود 3 كيلوات. زين. هي مبلطة سابقا لكن بسبب عدم وجود الصيانة لأكثر من 7 إلى 10 أو 8 سنوات بها تآكلت. ترقيع له؟ لا، عادة قلع وصيانة ومعالجة وإعادة تبليط. سنة 2019 اشتغلنا بحدود 60 إلى 70% من طرق المدينة إعادة فرشها بالحصى الخابط مع الحدل وما كل ما يتطلب العمل من إجراءات تضمن قبوله فنيا وهي الفحوصات المختبرية كاملة. ورغم ذلك أيضا بلطنا شارع. نجي على 2020 في عز أزمة كورونا وعدم وجود، أنا ذاك أنا أتذكر كانت حكومة قيد التكليف. صح. رغم ذلك بلطنا شارعين، شارع بطول 1700 متر طول وبعرض 10.5، والشارع الثاني بطول 700 متر وبعرض 10.5، مدخل منطقة 14,000 ومنطقة الشارع 40 المجاور للبلدية. واحد أكملناه بتاريخ 15/3/2020 والآخر أكملناه أنجزناه 29/6/2020. سنة 2021 أيضا كان عندنا ترقيع للكثير من الطرق.
اكو موازنة كانت، وصبغ أرصفة و إضافة مشيدات للبناية. 22 سنة خير إن شاء الله. إن شاء الله. صار عندنا تبليط 6 طرق أحيلت، ثلاثة في القاطع الشمالي وثلاثة في القاطع الجنوبي. نبتدي بشارع الأول ممرين بشارع الطيار بطول 100 متر لكل سايد، بعرض 7 متر لكل ممر. الطريق الثاني هو شارع بلقيس بطول 1000 متر وبعرض 7 متر. الطريق الثالث بالجنوب هو شارع السوداني وبعرض 7 متر تبليط وبطول 1100 متر طول. هذا فيما يخص القاطع الجنوبي. والقاطع الشمالي هو الشارع المجاور للبلدية بطول 700 متر وعرض 10 متر عرض، وشارع الشبكة والشارع المدخل الأول، إضافة منطقة الألف، إضافة إلى الانتهاء من شارع 4000 للسايدين تبليط وبطول 2300 متر طول. جيد. مع التجهيز وصبغ الأرصفة. لكن راح أسألك على المعوقات، عندي سؤال قبل لا أوصل. لكن ما تقدر، مشكلة كبيرة. أحسنت، أنت تقراني تمام. الله يحفظك. الله يسلمك. قبل أن ندخل على المعوقات أستاذ نزار، يعني إيش قد نسبة بالمية أنجزت تبليط خلال هالفترة، يعني كقضاء أو بلدية التاجي؟ أستاذ أكو لربما المواطن الكريم والمشاهد يتساءل، هذه نسب بسيطة لمجموع الأطوال بالمدينة لسبب بسيط. المدينة من العام 2011 في السر والعلن من المتوقع إنشاء شبكة مجاري مع محطات الرفع والمعالجة فيها. صدقت التصاميم، أحيلت التصاميم للتثمين، تم إعلانها 2019 كمناقصة، كمناقصة في الصحافة المعتمدة جريدة الصباح العراقية الرسمية، وألغي الإعلان. اليوم أكو قوانين تحد من نشاطات البلدية. إذا ندخل بالمعوقات، ما هي معوقاتكم؟ هاي واحدة من المعوقات. هذه واحدة منها، اللي هي أنه يمنع تقديم الخدمات فوق الأرض ما دام الخدمات تحت الأرض غير مكتملة، ويدخل في خانة الهدر بالمال العام. يعني تشوفها منطقية؟ أنا عندي كلام وأكثر. وأنت بين أنت اختصاص، أنا كمواطن أنا أشوفها منطقية. سبب بين أنا أسوي أبلط وبعدين يجيبوا الشفل ويبدي يحفر وكذا، هذه ما عملتوا عليه أنتم كتبليط وكذا. البعض سألته يقول لا، هو المجاري ما له علاقة بالشارع العام والتبليط. أنت باختصاص، يعني أنت مع هذا الموضوع بالضد هذا الموضوع؟ أستاذ الفاضل، خلق المال من أجل البشر. أكيد. تمام تمام. أنا أريد أسوي لك مجاري ومخليك بطرق موحشة وغير صالحة للاستعمال. صح. خدماتك صفر. مدينة سبع البور أتكلم عنها على وجه الخصوص، مدينة سكانها من الطبقة الوسطى ودون الوسطى. طيب، هذا مساحة بيته 70-100 متر، يستخدم الطريقة الكلاسيكية القديمة اللي هي نظام السبتك تانك، حوض التعفين. طيب، هذا اذا كل يومين والثالث يسحبه، يجيب هذا ابو الساحبه، يجيب ابو الساحبه وياخذ منه 15 و10 و20. هو طيب ده يروح للعمل مالته وما ده يلقى عمل، وعمله بسيط، بالكاد مأجر، بالكاد مدبر حاله. صح. طيب، ايش راح يسوي؟ راح يذب المي للشارع، يسوي ظاهري. تمام، صحيح، تفلش الشارع 100%. انتهى. طيب،
حنانه أطفال شلون يروحون للمدرسة؟ خاصة بالشتاء. الرجل الكبير، صح. المرأة. صح. طيب، أنا المال خلق من أجلي. تمام. اليوم أنا متلكئ في موضوع مجاري. المجاري. صح. طيب هذا يحتاج طريق يروح كإنسان. سوي لي بديل لحد ما تجي. كإنسان. يعني عدة مرات صارت نقاشات، أنا رأيي أنه هذا الإنسان يجب أن يتوفر له الطريق اللي يلائمه كإنسان. جزء جزء من احتواء الإنسان تقديم الخدمة الصحيحة له، جزء من حقوقه، هو جزء من حقوقه. صحيح. أنا ما متفضل عليه من أبل أطلع شارع، لا، هذا واجبي، واجب الدولة، لكن أقلل من خدماته وأجعل في داخله غصة غصة وخليه ينتظر اكو مناطق، لانه طال الامد. اي فعلا لحد الان طال الامد، 10 12 سنه الناس اهالي سبع البور الكرام كانت منطقه من مناطق المواجهه. ايش قد عمر سبع البور؟ سبع البور تاسست 1986 لكن هي على الارض كواقع حال تصاميمها معده سابقا، وتم توزيع الاراضي مالتها بصراحه انذاك إلى ذوي الشهداء والموظفين والمعوقين والمرحلين، ومنها مناطق وزعت للأخوة العسكريين بالقرار 117 لسنة 2000. صحيح. فجل سكانها من الطبقات الكادحة. يعني أنا عفوا دائما أوصل إلى سؤال، يعني لا هو في ذاك قبل 2003 ولا بعد 2003 قدموا لك خدمات هنا المجالية. اكو موضوع عني دائما بحكم الخبره. صح. بحكم العمر، عمر طويل ان شاء الله، الله يسلمك. شفت مناطق في بغداد على المستوى الشخصي افرزت ومدت فيها الخدمات التحتيه قبل ما توزع للمواطنين. هذه حقيقه حصلت في مناطق زيونه، في مناطق الغزالية على ما أتذكر، مناطق اللي خلينا نقول كان الاهتمام بالنوعية قبل الكمية. صح. لكن الدولة عالجت هذا الأمر، مجلس الوزراء الموقر وأصدر قبل سنتين أو ثلاث قرار بهذا الخصوص. عند الإفراز تستكمل الخدمات التحتية و الى بديهيه، مساله يعني طبيعيه جدا، يعني اي مو شرط انه يكون مختص بهذا العمل. تمام. لا بديهيه، يعني مساله احتياج طبيعي للمواطن، حق مشروع للمواطن، اخذ كلفتها ضمن التخصيص، وفر لي اياها. وانا لحد الان يعني اي منطقه تفرز عندنا بالتاجي اذا الله كتب لنا عمر ان شاء الله نقف على الامر هذا. تمام. بعد اكو معوقات اخرى مثلا عملكم تخليكم ما تقدمون خدمات؟ بالتأكيد. وهي بالتأكيد سبق وأنه أشرنا إلى موضوع الهدر في المال العام عند موضوع التبليط. هاي المسألة مهمة دكتور. صح. جدا مهمة، يعني مشرع القانون بعضا بالتقادم يصبح القانون احنا نقول يوزلس. صح. يحتاج إلى تجديد. حتى في القرآن الكريم وجد المنسوخ والناسخ، فيحتاج إلى تجديد القوانين كثير منها، أو على الأقل على الأقل تعديل. أكو موضوع جدا مهم آخر، عندنا المؤسسات البلدية معنية بشؤون السكن وتنظيم السكن في المدن. احنا نصطدم بقانون 80 رغم صراحته قضية توزيع الاراضي، لا، يخص تخصيص الاراضي العائدة لوزارة المالية عندما تضم الى حدود البلدية تنتقل ملكيتها الى المؤسسة البلدية. صح. اوتوماتيكيا. طبيعي، لان داخل من ضمن محيطها. تمام. طيب اكو بعض الممانعه نشوف بامانه انا على المستوى الشخصي من الماليه لو من الزراعه، لا، من دائره عقارات الدوله.
ولتسجل علي. عندي عدة مخاطبات إلى دائرة عقارات الدولة ولم أستلم أي رد. أي إجابة. يعني نعرف بكل دوائر الدولة لابد أن تكون كتاب تأكيد. أي إجابة مطلقة. خاف احتمال مو اختصاصي. مختصاصي هم يجاوبك بكتاب. مو اختصاصهم ما أعرف بعد يعني، بس هو يبدو أنه عندهم فد عذر آخر. يعني عندنا 1000 دونم مجاورة إلى منشأة نصر، اليوم إن 3 سنوات 4 سنوات ومكان مهم طبعا. 1000 دونم جاهزة للتوزيع حسب الاستعمال اللي نشوف فائدة المدينة، فائدة الناس، فائدة المجتمع وين تكون نقدر نتعامل وياه. لحد الآن أكو ممانعة من دائرة عقارات الدولة. هي تابعة لوزارة المالية بالتأكيد. بالتأكيد. وزارة المال ليش ما خاطبتوا الجهة الأعلى هو وزارة المالية؟ صارت عدة مخاطبات من المراجع اللي احنا تابعين لهم وآخرها من السيد المحافظ لعدة مرات دون جدوى. وهذا بقت الألف دونم. بقت الألف دونم بصراحة متروكة. لا بيها حصة مائية حتى يصير اعتراض. زراعية. كذا. للأسف يعني. صارت كم سنة متروكة؟ أربع سنوات على عهدي. 4 سنوات وما تحركت. من 18/4/2018. عندكم قطع أراضي توزعوا عادل لو ماكو بس هو هسه أنا جاوبتك ضمنيا على هذا الموضوع أنه أنا إذا وزارة المالية ما تعاونني هو رغم وجود قانون، القانون ساري المفعول، رئاسة الوزراء الأمانة العامة تأكد عليه، المحافظ بغداد يأكد عليه، دوائرنا ومراجعنا تأكد عليه، لكن الجهة المتلقية الأخرى للأسف. هذا معوق مهم بصراحة جدا مهم. ومفصلي مهم. بالنسبة مفصلي هو يعني. أستاذنا الفاضل هو الأمر هنا مو بس السكن صح، يعني أكو مشاريع أخرى كثيرة. أنت اليوم تريد بموجب القانون تريد تسوي مجزرة نظامية. مجزرة حتى المشاهد ما يروح بباله بعيد. مجزرة مجزرة نظامية مو غير نظامية، فيجب أن تتوفر بها شروط بيئية صحيا. يجب أن تبعد عن السكن ما لا يقل عن كيلوين. تمام. وطمر بيها مناطق أنه الروائح بيها والمخلفات تمام. ما تنتقل إلى أقرب سكن بسهولة صح، أسوة بمحطات المجاري معالجة المجاري هذه كلها تطوير لعمل البلديات. وانتم تمويل ذاتي دكتور، احنا بدون التمويل الذاتي ما تقدر تشتغل بأمانة. احنا كنا في على عهد النظام السابق كانت رواتبنا ايضا من دوائرنا، فتجد الموظف يبذل قصارى جهوده في سبيل انه يحصل ايرادات لدائرته ينتج. حتى اكو كانت حوافز. تمام حوافز. طيب انت اليوم اذا راتبك جاي كثير من الناس ما تكون عنده الهمه يخسر الهمه صح. والامان استاذ نزار كل الدوائر ذات التمويل الذاتي اعلنت افلاسها تقريبا. يعني هسه انت مثلا وزاره الصناعه اغلبيه الدوائر مالتها تصرحوا بقوا يدامون يوم واحد بالاسبوع الرواتب ماشي، ما حد قدر يستثمر طاقات، وعندنا شخصيات محترفين بعملهم باختصاصهم. هاي مشكلة عندنا بالتمويل الذاتي بكل دوائر الدولة للأسف. دائرة السينما والمسرح ممكن تتوقف في أي لحظة لأن تمويل ذاتي ما عاد تنتج. يعني المشكلة عندنا مشكلة وضع استراتيجيات ما قاعد تطبق، ممكن تكون على الورق موجودة مثل ما تفضلت تقول من ضمن الرقعة الجغرافية للبلدية ممكن أن تكون هي خاضعة لسلطة البلدية، لكن عندك العقارات الدولة ما قاعد تطبق القانون. هي المشكلة مو بالدستور، المشكلة من يطبق الدستور، هاي المشكلة عندنا للأسف. يعني يعني هذه واحدة من المعاناة، إضافة إلى أنه أكو
أمانة قلة الوعي عند المواطن صحيح. هذه مسألة جدا جدا مهمة. يعني أني فيما يخص عمل البلدية تعاون المواطن دائما مثمر. عندنا مجموعة شباب في مدينة سبع البور جزاهم الله خير يبدون المساعدة، لكن هم قلة. صح، هم صحيح. قلة تمام. يعني ايش ما يريدون؟ احنا لو كل مواطن يبادر من ذاته ما نريد منه شيء، بس لا ترمي نفاياتك بطريقة غير حضارية غير صحيحة. احنا عندنا كابسات اذا بصيغة دورية تجيك. وشو راح تتخلصوا من النفايات؟ وهذا كان سؤال. النفايات يا سيدي مشكلة كبيرة طبعا في كل البلديات. بأمانة احنا كانت عندنا منطقة صناعية تابعة للبلدية ضمن حدود البلدية. جميل. تبعد عن السكن بحدود 40 متر فقط عرض شارع. كانت مكب للنفايات وتجميع بها لمدة 34 سنة. لكن بصراحة انتخينا الأستاذ محمد جابر عطاء محافظ بغداد في العام 2020 والأستاذ ياسر القريشي متفضلين مدير البلديات، أبدوا تجاوب كامل. رفعنا بحدود 140,000 طن متجمعة من العام 1986 وتم نقلها إلى منطقة النباعي. خلال كان طمر؟ هو أرض صناعية، الأرض غير منخفضة، فكان مجرد تقديس 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 إلى أن وصلنا مرحلة تجي أيام بالصيف تصير حرائق. بالتأكيد هذه العبوات اللي بها غاز مضغوط هذه بالصيف تنفجر تسبب حرائق. كانت الأقداس على المستوى الشخصي في يوم للطرفة أتصل بأبو الشفل أنا بيها، انت وينك؟ يقول لي اني وراك ما تسمعني، انا دا اشوفك لان اعلى منك. يعني كدس كبير ورايا ما دا اقدر اشوفه. كلها صارت عملية رفع لها خلال 4 أو 5 أشهر بعمل ليل نهار ومتفضلين. اكرر شكري وثنائي للسيد محافظ بغداد المحترم والاستاذ مدير البلديات، أبدأ وتعاون منقطع النظير. السير رجعت حاليا ساحة طبيعية وجاهزة للعودة باستعمالها واستخدامها كأرض صناعية لإقامة مشاريع صناعية صغرى ومتوسطة في المدينة. بمساحة؟ بمساحة بحدود 180 دونم. 180 دونم ومقسمة وبها تصميم. عندكم خطة لبناء عليها مثل مشاريع؟ دكتورنا العزيز، بالنسبة للمناطق الصناعية، أولا المؤسسات البلدية غير معنية بإقامة المؤسسات الصناعية والمشاريع الصناعية، نعتمد على القطاع الخاص. حضرتك عندك في بالك فكرة تنشئ معمل، تروح تقدم أوراقك تباشر على بركة الله، تقدم أوراقك إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية تقول لهم أني أريد قطعة أرض أريد أسوي معمل لنقول للبلاستيك. بلاستيك عندهم ضوابط إيش قد المساحة اللازمة حسب عدد المكاين مالتك. صحيح. خطوط. وحسب الخطوط. صحيح. وحسب نوع المنتج. تمام. فيجينا كتاب من المديرية العامة للتنمية الصناعية طوق 2000 متر مربع. احنا عندنا هاي المنطقة بها تصميم قطاعي وفق الاستعمال، بلوكات، بلوك غذائية، بلوك الغذائية لازم ما يصير بصفة بلوك صناعات بلاستيكية لان مواد سامة. صحيح. اكو عندهم بالتنسيق مع مديرية البيئة ووفق قانون البيئة تم اعداد التصميم. انا ذاك في أثناء أعداد تصميم البناية المدينة ومعتمد ومصادق
وصارت به عدة معامل للصناعات الغذائية، للصناعات اللدائنية، لصناعة الأدوية وفق الاستعمال استعمال القطع بالتصميم المعد مسبقا. أحسنتم. يعني هاي سألنا سبعة أخذنا إلى موضوع كلش مهم. يعني أنت تحدثت عن قطع الأراضي الموجودة، محاذاة الشارع الرئيسي، عن استثمارها وعن وجود معامل، هي وجهة نظر مستقبلية، هو عملية تطوير قضية شمال بغداد. لكن دائما ما يعني ينتقد العمل في الشارع الرئيسي، يعني من توصل لسيطرة بغداد تاجي بصراحة ظهر يعني شكل، يعني تعرف يعني خاصة زيارة الأربعينية كل الدول تروح باتجاه سامراء للزيارة وتعود باتجاه العكسي إلى بغداد. فمن يشوف هاي الأرض أو هذا الشارع وهاي المطبات الكبيرة والناس تتجه باتجاه الترابي، هسه صحيح مو من صلاحية بلدية التاجي لكن من صلاحية الطرق والجسور، لكن إلى متى يبقى هذا الحال؟ يعني دكتور اللي تفضلت بي صحيح، من واجب الدولة ومن حق المواطن على الدولة أن تقدم له السبيل. صح. لكن أكو مشكلة بصراحة أنا دائما أتكلم بها مع احترامي وتقديري للقوات الأمنية، كثر السيطرات والتوقف الطويل قبل السيطرات يساعد على تهيئة الأجواء لحصول تخسفات في الطرق. ابتداء الطريق يصمم لحمولات معينة، هذا طريق خارجي أقصى حمولة عليه يفترض أنه 40 طن. صح. عدم أخضاع الآليات والمركبات الثقيلة والشحن للوزن إلى الوزن. صحيح. وكثر التوقفات في الطريق بسبب السيطرات الأمنية، هذا السبب. هاي مشكلتي الأساسية. هذا مشكلتي، غيرهم لا، غيرهم لا، لأن هذا الطريق ما مصمم مدرج مع المطار. بالتأكيد. مصمم لأوزان معينة. ماكو طريق آخر ليس ممكن يفتر على السيطرة بعدين يكون خاص للحمولات؟ أكو ملكيات خاصة ما تقدر تتجاوزها، يتجاوز عليها. وأتمنى أنه الأيام الجاية تشهد إنجاز بوابة هذا الشارع مداخل بغداد. أه. تمت إحالته والمباشرة تاجي. لا مرة أحلى البدائية رفع الطبقات التالفة من الطرق وكذا، بيطول بالمناسبة هو 33 كيلو. السيطرة ما تاجي من ضمنه طبعا، وصولا من جسر معمل الغاز، معمل الغاز، وصولا إلى سيطرة إلى العبايتشي. العبايتشي ممتاز، مسافة ممتازة، مسافة جيدة جدا. مسافة جيدة جدا يشمل، على ما سمعت انه توسيع بالطريق وكذا، بس اكو بعض المشاكل الفنية البسيطة صار التعامل ياها. يعني انا ما اعرف المخرج ده اللي انت وقت البرنامج وعندي اسئلة بصراحة استاذ نزار، فاعتذر بسرعة انا اللي اعتذر يعني. لا عفوا، بالعكس يعني حضورك مميز، معلومة ما تم ايضاحها بالشكل اللي تستن. الله يحفظك. حضورك مميز استاذ نزار الربيعي مدير بلدية تاجي، شكرا لحضورك، شكرا لهذه المعلومات، وإن شاء الله أتمنى لك توفيق بعملكم، وإحنا يدعون لكم لإظهار كل ما تقدموه من خدمات، وأيضا صوت لكل الناس الموجودين لإصالة إلى جنابكم الكريم لتقديم أفضل الخدمات للمواطن. فعلا ترى المواطن العراقي يستاهل يقدم له ما يلعن. يستاهل العراق أولا، ويستاهل ابن العراق كل ما نقدمه. وبصراحة احنا واولادنا وعوائلنا كلتنا باقين لخدمة العراق. احسنت، جزاكم الله خير. الله يجازيك بالخير. شكرا لحضورك، وانا شكرا. اشكركم على اتاحة هذه الفرصة الطيبة لاستعراض مشاكلنا ومعوقاتنا
البعض البسيط من المنجزات. ان شاء الله بخدمتكم. الله ان شاء الله يحفظكم. وبالتاكيد نشكر الاستاذ ياسر القريشي مدير بلديه الطلاب. بالتاكيد الشكر موصول لهم. احسنتم. يعني استاذ ياسر القريشي والاستاذ محمد جابر العطا كذلك. الناس لهم موقف كبير مع بلديه التاجي وباقي المؤسسات البلديه. احسنتم، بارك الله فيكم. جزاهم وجزاك الله خير. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير جميعا. اذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج، ونلتقيكم باذن تعالى يوم السبت القادم الساعه 9 مساء، واعتقد راح تكون حلقات خاصه عن الرعايه الاجتماعيه. اذا عندكم سؤال، اذا عندكم استفسار، هيئوا نفسكم الاسبوع القادم ان تكون حلقات عن الرعايه الاجتماعيه، واذا كان هناك بديل فسوف نعلن عنه ان شاء الله من خلال هذا الاسبوع قبل يوم السبت. مشاهدينا الكرام، تقبل تحيات كادر البرنامج، وانا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، التقيكم باذن الله تعالى، في امان الله.